السلام عليكم أعزائي الفلاوين، مرحبا بكم معايا كامل في فيديو جديد ولكن هو الاخر في البادية ولا في الريف. بون هنايا صباح ربي سقهوينا ايتو، ومن بعد بدلنا شوية اللوك، درنا شوية مكياج اللي كان عبارة على شوية انتي سيرن شوية انتي اج، هدايا اللي عجبني بزاف على بها وريته لكم. بون كنت حن ماكي وحدي، وبعد قلت بوكو با ندير لكم شويه لقطه تاع ماكياج لي فريمون عجبني. كاين هذيك لونتي سيرني شفته دوكا هايل بزاف، تاني غوش على ما اظن غوش، وكاين هاد لاباليت اللي نستعملها كل يوم، هادي تاع كل يوم فيها غير لي كولور نسحقهم، سورتو لورانج والمارون، شويه فاراجو شويه كدا، كنت عارفو هكذا لوحدي بدل شويه. ابخي البنات مام بيو في هادي عجبتني بزاف، نسيت بلي حنوريها لكم، شتين بودر على كل حال. بون هنايا هبطنا لتحت شويه، نشقنا شويه هو كنت عارفو، بدلنا شويه والبنات كانوا فرحانين بزاف. شوفوا هنايا تاع المعينه ولا فريمون ستان سبورت على الصحه، انا عجبني الحال بزاف. واش عصام كي عاودنا دخلنا للدار، درنا بويون خفيف ظريف، كان عبارة على بويون فيه كاع لي ليغوم، يعني ما لي تحب ديرو هكذايا، هو غيش دي ليغوم، وفيه تاني مورسو دجاج. بون درنا مورسو دجاج، درنا شوية بصل، درنا حبة بطاطا، حبة لفت، حبة زردية، حبة بسباس، شوية زيت ملح، هذا ما كان، وطوماطيش. ويما كيما راه بالكم ما تحبش الفلفل الكحل، من بابا يطيبو دايما هكذايا ويجي بنين، يكذب عليكم البنات ماشي صح في العقاقر، الصح كي يطيب الماكله بعقلو. تفاصيل هنا قريب درنا زبله هنايا، كي طيبت انا ومرت خويا قريب حرقنا كلش، باسكو لا كوكوت مينوت هذه ماشي كيما تاعي ساب، ساب كي نغلقها جامي يتحرق لي، مي هذه كي حرقت كي غلقتها على 10 دقائق بديت نشم ريحه الحريق. الور بدلنا كاع كوكوطا وكملنا. بون هنايا درت ان سالاد اللي عجبتهم بزاف، وحتى وين تلمو عجبتهم عاودتها، هادي سي لو دوزيام بول، ما كنتش حنفيلميها مي كي عجبتهم قلت بوركوا با نفيد حبابي ولا متابعيني. بون هنايا درت زيت ودرت طوماطيش كما راكم تشوفوا، زيتون خضر وزيتون باردون زيتون كحل وخضر. بون هنايا البنات عشيه كانوا صايمين، درنا شراده واحده اخرى ودرت ما نقدرش نفيلمي لكم لا طابل باسكو ناكلو على خطره كامل، ونخاف كش ما نوريك واحد ما حبش يبان ولا الور، وريتها لي دابخ لي زاسيات. هنايا ثلاثه حبات بيض حنديرو مايونيز، هكذا اللي وعدتكم بها نهار درت لي تشيز، قلت لكم عمبات لي كنت نفيلمي ابخي ما فيلميتش. درت القشره تاع الليمون، القشره تاع الليمون دوكا مع الميكسور تاعها كامل، انت يا ولا حبيتي ديري زيت سيترون وحده ديري يا با بروبليم. الحاجه الاولى يطلعوا بها المايونيز تاعكم باش تنجح لكم، ديروا الخل والقارص والملح، هاد الثلاثه هما اللي يرجعوها شايده روحها. من بعد تبداي تزيدي الزيت مع الاول، دير شويه زيت ومن بعد كي تشوفيها بدات تطلع نجحت لك تكملي الزيت، باسكو من داك انت والميكسور تاعك، الميكسور ولا كان مليح كيما باغ اكزومبل هذا الميكسور تاع ماما يطلع لي اكثر من الميكسور تاعي في الدار. الور لازم تكون عندكم ميكسور يصلح. هنايا درت نص حبه قارص هكذا، عصرتها كاملاتك وزدت درت مغرفه تاع الخردل اللي هو اساسي في هاد لي صوص هادوما. وهنايا البنات كملت دربت، شوفوا كيف جاتني شاهده روحها بزاف، مي بصح درت اون ايرور من دابيا نوريها لكم راكو تشوفوا. هاد المعدنوس اللي درتو كان مغسول ومقطع، الور كو ما كاش لازم نديرو مغسول كيما راكو تعرفوا. هنايا كيفاش نتعامل مع الحشاوش تاعي، نغسلهم ونخبيهم يكونوا ناشفين كي نعاود نستعملهم. الور هنايا قطعوه لي ودرتو داخل ديريكت، درت شويه زبله مي هبطت شويه مي عجبتني كومام هايله. بون هنايا دوكا نروح نخبيها باش هكذا نصيبوها بور صبرناها تفاصون دو فوا باسكو الدار معمره الله يبارك، استعملناها دو فوا، خرجت لي هاديه وخرجت لي باطا صغيره.
هذه هي كونسوميناها مع لي سالاديتو، والاخرى استعملناها غد من داك سوتو كي تريح في الفريغو قبل ما تحطوها راح تخرج احسن. ودايما غطوها هكذايا باش ما تديش هذيك الطبقه من الفوق تاع الزيت الفاسد ولا هكذا، ما لازمش كي يضربها الريح. ما ننساوش باللي ماشي كيما لو سيور، لو سيور فيها بزاف مواد حافظه، فيها راكو شايفين حنايا، ما حنايا لو سيترون تاعنا هو الحافظ فقط والخل، هذا واش عندنا. الور الواحد يدير حسابه. بون هنايا الكسره البنات علمتني ماما اون استوس جديده، ندير نص الزيت اللي لازم مع الاول، ومن بعد كي نعاود نطميها كامل نزيد نكمل الزيت تاعي مع الاخر، باسكو هاد السميد ماشي كيما تاعنا هنا في الجي، هاد السميد ديال لي ديفيرون واعر بزاف باش يجيك فخيه بالكسره. لازم ديري اون دو فوا الزيت باسكو يشرب. هنايا لميتها كامل، ومن بعد حليت وحده راح طيبتها وماما كملت الاخرى. شوفوا دوك اليدين فريمون توحشتها ايما، ولا عاد توحشتها يعني. هاد النهار هذا مانيش تما، كان ندير المونتاج، طولت عليكم بزاف، كنت عارفوا الكونفينمون، يلا روحي طيبي روحي غسلي روحي سيقي قبل ما نوضوا البنات، ومن بعد كي نوضوا ما نقدرش ندير لكم مونتاج فريمون لا غالب، سمحوا لي بزاف. هاي هادي انا حليتها طيبتها وماما كملت الاخرين. ابخي هبطنا شويه لتحت، خرجنا شويه بلانكو المسكين محبوس في الدار كيما حنا والله يحب بزاف يخرج هكذا لجنانيتو. هذا ما كان البنات، سيتي لا ديرني لو ديرني جور مع ماليا، نوجد لهم نوجه لهم التحيه ونقول لهم توحشتكم كاع بينا معاكم، سيرتو ماما وبابا. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، ونكونوا في داري باذن الله. ايام عسى، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.